صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. حابة اتكلم النهاردة للأهل اللي بترهق نفسها في شوار بناتها. لو سمحتوا، يعني رجاء خفوا الضغط على نفسكم شوية. الحاجات اللي بتشتروها وبتقعدوا تتكربسوا، ودستتين ملايات، دستتين فوط، وحاجات كتير علشان خاطر بنتكم تدخل بيها وتتشرفوا بيها. يا ريت هاتوا الحاجات الضرورية اللي هي محتاجاها بس. يعني مفيش داعي نقول ايه اصل بنت خالتها جابت كذا وهي بتتشور، اصل قريبتنا جابت كذا، اصل جارتنا جابت كذا. كل واحد يا جماعة يشور على قد امكانياته، ملكوش دعوة بحد. احنا لما ربنا بيجي يحاسبنا بيحاسب كل واحد لوحده، فلو سمحتوا لما تيجوا تشوروا شوروا حسب امكانياتكم انتوا، حسب اللي تقدروا عليه. مش لازم تجيبوا الحاجة الغالية اللي ترهقوا في المصاريف. اقعدوا كده، هاتوا الحاجات اللي هي هتستخدمها مش هتركنها. يعني هو طقم حلال مش هتحتاج اكتر منه، طقم الصيني والله انا لو قدرت استغنى عنه، هو ملوش اي لازمه، مجرد انه تكلفه على الفاضي. هي كده كده بتجيب طقم الصيني، وبتجيب طقم الاركوبال اللي بتستخدمه، وبتجيب طقم الشاي وطقم قهوه. طب يبقى ليه ما يبقاش هو ده طقمك وطقم لو الضيوف جولك، لو حد جالك يبقى هو هو. وكده كده احنا كل فين وفين دلوقتي لما الناس بتزور بعض، يعني يبقى اللي هو انا هجيب الحاجه واركنها وملهاش اي لازمه. فيا ريت بالعقل كده واحنا بنشور، مش لازم نتداين ونستلف ونحمل نفسنا فوق طاقتها، وبنتنا تبقى متجوزة وقاعدة في بيتها واحنا لسه قاعدين نسد في ديون شوارها. لو سمحتم بالعقل، النيش ملوش اي لازمة، صدقوني ملوش لازمة. حاجة مركونة في البيت اسمها ان انا جبتها ومالتها بقى ايه، الكاسات، الشربات، الشاي، القهوة، فملوش لازمة. نحاول نستغنى عنه. والله سفرة جميلة كده، ترابيزة سفرة بكراسي في منتهى الرقة والشياكة، مفيش أي مشكلة معاها، بوفيه صغير مفيش مشكلة، النيش مفيش داعي. تمام. دلوقتي معظم مساحات الشقق كمان صغيرة، فليه أزنق نفسي؟ فيا ريت نحاول كده بالراحة على نفسنا، ولما يجي العريس ما نرهقوش بالمصاريف. والله هو هيجيب الحاجة اللي عليه ويبقى كتر خيره. لو جاب الحاجة يعني مش اللي هي الواو قوي نقول الحمد لله، وهما في بيتهم مع بعض هما الاثنين يجددوا يحدثوا يجيبوا الحاجة اللي نفسهم فيها، لكن ما يرهقش نفسه هو كمان في الديون والمصاريف، ويبقى قاعد متجوز يا عيني ومش عارف يسد الديون اللي عليه. هيفتح بيت، فبالتالي البيت مع الديون اللي هيسدها فده لود عليه جامد. يبقى يبدأوا واحدة واحدة على قد إمكانياتهم، ما نرهقهمش في المصاريف وما نرهقش نفسنا، ونتساهل شوية علشان خاطر الدنيا تمشي. وبرضو كده ايه، نكون بالعقل كده ورحمين على نفسنا. تمام. يا ريت كده نتقي ربنا في نفسنا شوية ونحاول ما نرهقهاش. بجد الواحد بيشوف حالات بترهق نفسها بالسلف والديون، وعيلها بتتجوز وبتخلف وهي ممكن تموت ولسه الديون ما تسددش. طب ليه؟ طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ هل لو انا جوزتها دلوقتي بالامكانيات بتاعتي الناس هتاكل وشي؟ لا، المهم ان انا مرتاحه. الناس ما بترحمش حد وما بتبطلش كلام، وناس فاضيه، يبقى انا اعمل اللي يريحني انا، اللي احط راسي كده على المخده انا مرتاحه، معليش دين لحد. يعني بالله عليكم، بالله عليكم ارحموا نفسكم وارحموا ولادكم، وربنا يسهل لبناتنا وولادنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويعيشوا حياة سعيدة ويهدي سرهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.